بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة. على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه. بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل اكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وافضل شرح ممكن تشوفه على النت. لو تعرف حد في اولى او تانية او تالتة ثانوي او اولى او تانية او تالتة اعدادي لازم تبعت له القناة. بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها، وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة شباب، النهاردة بنات، نحل مع بعض تطبيقات على الاتجاه الوجداني والأدب الاتجاه الوجداني من كتاب الأضواء ثانوية عامة دفعتنا الجميلة 2024 لصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مطران، بيقول سيدتي يعني يا أستاذة، أنت فصحي لي بالكلام فاسمحي، لو تسمحي أتكلم اسمحي لي. أقصص على قراء نشرتك الغراء بالنثر أو بالشعر أيهما لا أدري، اكتب نثر أو شعر، حادثة غريبة ما هي بالمكذوبة. حدد ما يلي سمة من سمات الشعر عند مطران، طبق الظواهر على جوهرها، دي من سمات مدرسة الديوان مش هنا خالص، والحديث عن نهاية الموت هناخدها بعد كده في المهاجر الواقعية مش هنا. عدم الاهتمام بالوحدة الفنية مستحيل، ده طبعا مطران هو زعيم الحركة دي وهو اللي كان بيهتم بالوحدة الفنية. فالإجابة بسطة تبقى لا تحمله ضرورة الوزن والقافية على غير قصده. لو بصينا على القصيدة نلاقي كل بيت بقافية. قال مطران في رسائه إبراهيم اليازجي، هنا يا جماعة مطران بيعمل قصيدة رساء، وطبعا ده شارع مناسبات، وطبعا دي غلطة مطران وقع فيها. بول رب البيان وسيد القلم، وفيت قسطك للعلا فنم، نم عن متاعبها الجسام وزر آلامها غنما لمغتنم. أي ملمح من لمح قديم ظهرت على مطران في البيتين السابقين. طبعا عدم الاهتمام بالوحدة الفنية مستحيل، قصيدة بتتكلم عن موضوع واحد أهو. طب التصريح في مطلع القصيدة ووحدة الموضوع، ده أصلا مش من ملامح القديم يا جماعة. لو بصينا أصلا القديم معندهمش وحدة الموضوع، ده كانوا بيغيروا مواضيع كتير. ظهور مسح من الحزن والألم والتشاؤم، مفيش هي تشاؤم ولا حاجة، هي قصيدة رساء يعني بيذكر محاسن الميت. الإجابة الصح الاهتمام بالشعر المناسبات والحرص على الناحية البيانية، ده ظهر هنا في القصيدة عشان ده عبارة عن شعر مناسبات، طبعا دي غلطة وقع فيها مطران. يقول مطران، يا من القلب ونور العين منذ كنت وكنت، لم أشأ أن يعلم الناس ما صنت وصنت. حد من الأبيات السابقة سمة من سمات شعر مطران. بيكلم حبيبته بيقول لها أنت منى القلب ونور العين، نور عيني وانا بحبك من زمان، والكلام الجميل ده كله. ايه بقى الجديد اللي عمله مطران هنا، او ايه سمه من سمات شعر مطران؟ وضع عنوان القصيده، ما جابش هنا اصلا عنوان، والرمز مش من سمات مطران، والجانب الذهني على الجانب البياني دي من سمات، يعني غلبة الجانب الذهني عموما من سمات مدرسه الديوان. الاجابه الصح يا جماعه تبقى جيم تميزه برقه المشاعر والاحاسيس. يقول شوقي مادحا السلطان عبد الحميد الثاني، شوقي هنا بيمدح ايه يا جماعه؟ بيمدح السلطان من غير ما نقرا بيتين، بقول لنا يمثل بيتين مأخذا مأخذ مطران على شعر الإحيائيين. بدأ القصيدة بالغزل، هنا مفيش، بقول لك بسيفك يعلو الحق والحق أغلبه، وينصر دين الله أيان تضربه، مفيش هنا غزل. الاهتمام بالتصوير الكلي ده موجود عند مطران، الصورة الكلية ظهرت على المدرسة الرومانتيكية، استخدام ألفاظ تراثية غامضة، لا مفيش هنا ألفاظ غامضة، كلها ألفاظ واضحة. الإجابة الصح هتكون جيم، الانصراف عن النفس وما يشغلها من أحاسيس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رغبت إلي في إهداء رسمي إليك وقبله أهديت قلبي. يقول يعني أنت عايزة تديني رسمة وأنا قبلها أديتك قلبي، وأنت جديرة أدبا وحسنا وأخلاقا بإعجابي وحبي، يعني أنت تستاهلي تتحبي. استنتج تطوير أحداث مطران في القصيدة العربية، اعتماد على السطر الشعري، ده مش سطر، ده عبارة عن أبيات. وضع عنوان الديوان، مفيش عنوان أصلا. اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي، مفيش هنا ثقافة جديدة ولا وعي اجتماعي، لكن طبعا في أحاسيس ومشاعر الشاعر. في الإجابة الصح أصبحت القصيدة شعورية ذاتية، بتتكلم عن تجربة خاصة بالشاعر. يقول حافظ إبراهيم يبايع أحمد شوقي، حافظ إبراهيم عمل قصيدة بيخلي يعني أحمد شوقي هو أمير الشعراء، قال له أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. فرد شوقي، رد شوقي عليه وقال له قد كنت أوسر أن تقول رسائي يا منصف الموتى من الأحياء.
يمثل بهام أخذ مأخذ مطران على الشعر الإحيائي. إيه جمال المأخذ؟ الاعتماد على المحسات البدعية المتكلفة. إحنا ما خدناش أصلا من سماتهم الاعتماد على المحسات البدعية المتكلفة. طيب عدم الاهتمام بالوحدة الفنية في الشعر، هنا لو بصينا البيتين اللي جم دول كان فيهم وحدة فنية عادي، كانوا بيتكلموا عن موضوع واحد، فمش ينفع عدم الاهتمام. طيب التعبير عن النفس وما يشغلها من الأحاسيس، طبعا مش يعني مطران ما كانش متضايق ان هو بيعبروا عن النفس، لا هو كان متضايق من عدم التعبير عن النفس. فركز معايا في الكلمات الصغيره دي عشان بتفرق. يبقى التعبير عن النفس ده مش من اخذ مطران اصلا. الاهتمام بالمناسبات والمجاملات احسن من المعنى والفكره والوجدان، طبعا دي الاجابه الصح. هو كاتب له قصيده عشان بقى امير الشعراء، والتاني اللي هو شوقي قال قد كنت اوسل ان تقول لسائي يا منصف الموتى ما احيائي، قالها لما حافظ ابراهيم مات عمل له قصيده لسائي يعني. فاللي فوق مناسبات واللي تحت مناسبات، ده اسمه اهتمام بالشعر المناسبات. يقول خليل مطران والليل داج كثيف كأنه في حدادي، تروح فيه وتغدو كثيرة الترداد، ما بين غصن وغصن لها طواف افتقادي. استنتج السمة ظهرت في الأبيات من سمات الاتجاه الوجداني. النضال الوطني مش من سمات الاتجاه الوجداني. التجديد في الموضوع، مفيش الموضوع جديد، هو هنا في شعر الوصف بيوصف الطبيعة حواليه. الاهتمام بالنفس ما كانش عن النفس، بيتكلم عن الطبيعة، فدي إجابة صح. الامتزاج بالطبيعة والاهتمام بها. يقول خليل مطران يا حبيبي أنرت ذهني وأشبعت فؤادي زهوا بهذا الكلام، ليس فيما يصان أجدر من راية مصر بالصون والإكرام، أنا أفديك يا حبيبي وتفديها ويفديكما جميع الأنام. يقول يا حبيبي أنت نورت ذهني وريحت فؤادي والكلام أنت قلته جميل. فلو بصينا يا جماعة بقول أنا أفديك يا حبيبي، بيكلم بقول أنا، فهي تجربة ذاتية، وحبيبي أنا برضو دي تجربة ذاتية. فاستنتج سمة من سمات التجاهل الوجداني من خلال الأبيات، طبعا في سمة واضحة جدا ألا وهي الميل للتجربة الذاتية في القصيدة. يقول خليل مطران فطفت على الأزهار في أمن نومها، يعني لفت على الزهور كده وهي نايمة، أنبهها جذبا إلي فتجفله. إيه معنى الكلام ده؟ يعني بروح للزهرة وهي نايمة عشان صحيها، عليها بتدبل تبعد عني، وحاول سلوانا بتشكيل طاقات فأقتل منها ما أشاء وأسكله، أحاول أمسكها يعني عليهم بيموتوا مني. استنتج سيما ظهرت الأبيات من سمات التجارة الوجدانية، طبعا هنا بين الطبيعة وجاي يلمس الطبيعة فهي بتبعد عنه، فطبعا السيما هتبقى امتزاج الشاعر بالطبيعة. يقول مطران قلب أذابته الصبابة والجوى وغلالة رست من الأدواء، يعني قلب الصبابة والحب والهوى يعني دوبه خالص، والروح بينهما نسيم تنهد، يعني روحي بين جسمي المتبهدل ده نسيم تنهد، يعني حاجة بتتنهد كده في حالة التصويب والصعداء، اللي هو الشهيق والزفير، والعقل كالمصباح يغشى نوره كدري ويضعفه نضوب دمائي، يعني من الآخر كده عقلي عامل زي المصباح لكن هو جوه جسم مهلك، جسم منهك. استنتج تطوير أحداث المطران في القصيدة العربية. الاعتماد على السطر الشعري، هنا مفيش أسطر شعرية، والإكثار من المحسات البدعية ما خدناش إنها من سماتهم خالص. الإكثار من ألفاظ التراث مستحيل، لما ترامب كان بيخفف من الألفاظ الصعب. اللي جاب بصحة بألف ترابط الأفكار وتسلسلها. يقول مطران سجدوا لكسرى، كسرى هو ملك الفرس، سجدوا لكسرى إذ بدا إجلالا كسجودهم للشمس إذ تتلالا، يقول يعني سجدوا لكسرى أول ما شافوه إجلالا له وتعظيما له، بالظبط زي ما سجدوا للشمس كده لما تيجي تتلألأ. يا أمة الفرس العريقة في العلا، ماذا أحال بك الأسود أسود سخالة، يعني إيه اللي حول الأسود فيكي لحاجات كده ضعيفة، كنتم كبارا في الحروب أعزة واليوم بتم صاغرين صنالة ضئالة، النهاردة بقيتوا صغيرين جدا ولا حد بيسأل فيك إيه اللي حصل. بس عندك سمة تراها متحققة في الأبيات دي المطران. يستمد الصورة من بيئته الجديدة؟ لا طبعا، هو قال الناس بتسجد للشمس، دي صورة قديمة عند العرب، وبرضو قال الأسود بقت ضعيفة، دي صورة برضو قديمة عند العرب، دايما بيصوروا القوي بالأسد. يغالي في استخدام المحسنات؟ لا طبعا، هو ما عندوش مغالاة في المحسنات خالص، مفيش أصلا أي مدرسة يا جماعة عندها مغالاة في المحسنات، خدها قاعدة كده. الميل لاستخدام الرمز؟ لا يا جماعة احنا مفيش رمز. الرمز يا جماعة اللي هو بيبرد كده حاجة زي استعارة تصريحية، زي كده لما يقول لك إيه؟ لما اقول لك مثلا ولاد العم بيكرهونا، مين ولاد عمنا؟ ولاد العم دي دايما كلمه بتطلق على اليهود، فهنا ولاد العم ده رمز لليهود،
ففاهمين يا جماعه ده اسمه رمز، لا ما فيش رمز خالص. قول الفرس ايه اللي حصل لهم، اتكلم بشكل مباشر عن الفرس. الاجابه الصح اهتمامه بالشعر القصصي والتصويري. الشعر القصصي كانوا عاملوا كانها قصه، بيقول هم سجدوا لكسرى وايام زمان كانوا بيروحوا ييجوا ودلوقتي ما بقوش حاجه، بل اسمه شعر قصصي كانه بيحكي قصه او حدوته يعني. يقول مطران: فما أجدر القلبين فيه تلاقيا على شقوة أن يسلواها وينعما. يسلواها وينعما، يقول القلبين دول تلاقوا على شقوة، يعني قلبين بيحبوا بعض لكن اتقابلوا في شقاء أو في عذاب، كما يتلاقى في طريق مخوفة غريبان نالت شقة السير منهم، زي باتنين غريبين كده عن بعض يقابلوا بعض في طريق هما تايهين، وكما عاشق يسلو رزاياه بالهوى وقد يجتري وجه النعيم توخمه. أقول في عشاق كتير جدا بيسلوا نفسهم أو يعني بيصبروا نفسهم بالهوى أو بالحب. استنتج ما يمثله بيتان ملامح الشاعر على يد الوجدانيين. الخروج من أصل الأنماط الشعرية، هنا مفيش أي خروج من أصل الأنماط الشعرية، ده بالعكس ده هنا في وحدة وزن وقافية وفي كل حاجة علاقة بالشعر القديم يعني. طب الانصراف عن النفس وما يشغلها من أحاسيس، هنا دي بعيدة خالص ملهاش علاقة بالموضوع أصلا. عدم الالتزام بالوزن والقافية، لا هنا كان في وزن وقافية زي ما اتفقنا. الإجابة ببساطة انطلاق الصورة الفنية من الوجدان. لو بصينا الأبيات كلها بتتكلم عن العشق والحب والهوى والقلوب، فطبعا دي اسمها صورة فنية طالعة من الوجدان القلب. يقول مطران: حبيب واسمه صفة لشهم خلت فيه المناقب من هناتي، أقر الله عينيه من أجل مرج للسعادة في الحياة. يقول في شخص حبيبي، شخص حبيبي يا جماعة اسم بتاعه صفة لي، ماذا يقول؟ أقر الله عينيه من أجل ربنا الحمد لله وهبه بنجل، نجل يعني ابن، ربنا الحمد لله اداله ابن خلفه دلوقتي مرجى للسعادة في الحياة، يعني ربنا يرزقه السعادة في حياته. فهنا دي قصيدة هو عاملها الواحد عشان خلف، يعني شعر مناسبات. ايه السمة لعبها مطاع الإحيائيين تحققت في الأبيات دي يا جماعة؟ هتبقى طبعا تمام بشعر المناسبات. يقول خليل مطران: فتح الفن كل باب حديث وعلى عهده العتيق بقينا، فخذوا أنتم العلم ما أعطى وقولوا الطريف قولا مبينا. نركز مع بعض، هي بيتكلم عن كل فتح الفن كل باب حديث، يعني الفنون دلوقتي فيها كل علم حديث، فهي بيتكلم عن نقطة يعني اللي هو إيه، ينتفعوا بالصورة الشعرية عندهم، تنتفع بالنظرات الحديثة في الأدب والفن والموسيقى واللغة الكلام ده. بعدها بيقول: فخذوا أنتم العلم ما أعطى وقولوا الطريف قولا مبينا، ولهم قولوا الشعر بقول مبين، كلام ليه دلالة ليه إيحاء يا جماعة، يعني اللفظ لازم يبقى ليه إيحاء أو دلالة. يشير البيت السابق مبدأ شعري من بدأ مطران هو إيه؟ التعبير عن الذات، ما كانش التعبير عن النفس خالص، ولا البعد عن شعر المناسبات، ولا اتكلم عن الصورة الفنية وعلاقتها بالقلب، لكن اتكلم عن قولوا طريفة قولا مبينا، يعني قولوا كلام واضح صريح ليه معنى ليه دلالة، يعني ليه إيحاء في الإجابة الصح، اختيار الألفاظ المحيطة. أقول خليل مطران: إن فرنسا وهي التي ضربت في كل مجد بالسهم، فالسهم فرنسا دي اللي كان ليها دايما كل مجد، أهدت إلى مصر كل مأثرة تصبي بآياتها أخا الحلم. يشير بتاني السبب إلى سبب من أسباب انصراف الشعراء اتجاه الوجداني، وهو إيه يا جماعة؟ طبعا فرنسا يعني انفتاح الثقافة الغربية. يقول خليل مطران: والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة الإمساء. البحر يا جماعة يعني بيخفق، اللي هو يعني الامواج فيه عاليه جدا ومتضايقه، عامله بالظبط زي صدري وهو متضايق كده ساعه الامساء. تغشى البريه تكدرة، يعني الكون ما حوالينا كله متكدر متعكر، وكانها صعدت الى عيني من احشائي، يعني كان يا جماعه الكدرة اللي في الجو دي كلها طلعت من احشائي انا، يعني بالبلدي كده مشاعر الشاعر طفحت على الطبيعه. هنا في امتزاج طبعا بالطبيعه. عايزين سمع من سمات شعر مطران باينة جدا. أول سمع اهتمام بالتصوير الممتزج بالطبيعة. يقول خليل مطران: ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجائي، وخواطري تبدو تجاه نواظري كالما كدامية السحاب إزائي. من ملامح المحافظة عند مطران يعني قديم. السطر الشعري مش موجود هنا أصلا فمش هينفع نختاره. طب الاعتماد على المحسات البدعية، ده مش رقم القديم أو الجديد، يعني كل المدارس تعتمد على المحسات البدعية. طيب الحفاظ على الفاظ التراث والالتزام بوحده الوزن والقافيه. طبعا يا جماعه الفاظ التراث يعني الفاظ الصعبه، هنا ابيات كلها سهله ممكن تلاقي كلمه واحده صعبه ولا حاجه، لكن هنا مفيش الفاظ التراث. الاجابه الصح التزام وحده الوزن والقافيه. لو بصينا الرجائي الازائي
ده اسمه وحدة القافية. يقول خليل مطران: إن كان صبري قليلا فإن وجدي كثير، ليس المحب صدوقا في الحب وهو صبور. كلمة عن الحب. لسان اكسير ما ظهرت في بيتين من سبات مطران: الاعتزاز بوعيه الاجتماعي في تعامله مع الآخرين. بيتكلم عن الحب. طيب، اهتمام بالطبيعة وجمالها. مبيتكلمش عن الطبيعة ولا جمالها. تطلع المصر العليا والتمسك بالمبادئ العظمى. هنا مفيش إجابة مصر العليا خالص، بيتكلم عن حبه لحبيبته. الإجابة الصح تأبيه التعبير عن تجربته الذاتية في هوى محبوبته. قال خليل مطران عن لسان اللغة العربية: وللعلماء والأدباء فيما نأت غايته مهدت سبلي. يعني بقول اللغة العربية بتتكلم وبتقول أنا مهدت السبيل بتاعي للعلماء والأدباء. بعدها هو بيتكلم بيقول: فيا أم اللغات عداك منا عقوق مساءة وعقوق جهل. للأسف أيتها اللغة العربية، نحن أسأنا إليك، قد عققناك، عملنا عقوق، يعني عقوق، يعني احنا للأسف مش كويسين معاك. استنتج ما يتميز به الشاعر ملامح شخصية. ركز معايا، الملامح ايه؟ ملامح شخصية. الاعتماد على المحسات البدعية طبعا ملهاش علاقة أصلا بالشخصية. رائع التصوير وانستطاع نزعة تشاؤمية، مفيش تشاؤم هنا خالص. واسع الثقافة، عميق الفكر، خبير بالمذاهب السياسية، يعني في السياسة هنا خالص. الإجابة الصح تبقى ألف: عربي مخلص لأمته العربية. يقول مطران: لم أنسى حين التقينا والروض زاه النضير. مش عمري ما هنسى يوم ما اتقابلنا والحديقة جميلة حوالينا، وفي الهواء حنين ما الهوى وزفير، وللمياه أنين تذوب منه الصخور، وللنسيم حديث على المروج يدور، وللأزاهر فكر يرويه عنها العبير. من سمات الشعرية الجيدة ده مطران رغبته في التجديد جعلته يتساهل في اللغة. لا طبعا، ده هناخده قدام يا جماعة في مدرسة المهاجر، ان هم من كتر ما بيجددوا سهلوا اللغة وتساهلوا فيها واخطأوا فيها. طب ايه سنة الشعرية الجديدة؟ عدم التزام الوزن والقافية. لا ده هنا في وزن وقافية. عدم محاكاة القدماء في اغراضهم. لا طبعا، هنا لو بصينا هنا بيتكلم عن قصيدة غزل، يعني في محاكاة للاغراض عادي. ايه الجديد في القصيدة يا جماعة؟ رسم الصورة الكلية. لو بصينا الصورة الكلية دي سمة من سمات الجديد، لو رسم الشاعر بقلمه لا بريشته صورة كلية. وارجعوا للحلقة اللي شرحنا فيها الصورة الكلية. يقول خليل مطران: إذا لم تبتدع فكرا جميلا تصوره بأسلوب وسيم، لو أنت ما اخترعتش فكر جميل تصوره بأسلوب وسيم، فما يغني على التكرار قول وإنه غير ترديد عقيم. يعني من الآخر كده، التكرار ده ملوش أي لازمة، ده كله عقم. أنا عايز إبداع، عايز جديد يا جماعة، عايز يعني القديم يمتزج بالجديد. فالإجابة الصح ليه أول اختيار مسجد تراث بالعصرية. يقول حافظ إبراهيم يرسل الشاعر إسماعيل صبري: بقول سكن الظلام وبات قلبك يخفق، وسطى على جنبيك هم مقلق. حد من الأبيات ما أخذه مطران على الإحيائيين. إيه هو يا جماعة؟ طبعا حافظ إبراهيم عمل قصيدة النساء، يعني شعر المناسبات. فالإجابة الصح الاهتمام بشعر المناسبات. يقول مطران: نأسى إذا ودعتنا الشمس في الطفل، بنحزن لما الشمس تودعنا في الغروب، فكيف من لا نلاقيه إلى الأزل. ما بالك بقى بالشخص اللي عمرنا ما هنشوفه تاني. تطوي بنا العيش أفراس بلا حكم، ولا نخير في الأوقات والنقد، الأمر لله في الدنيا وغايتها، الأمر كل لله، أكنت ممتثلا أم غير ممتثل. حد أبيات سيما أكد مطران عليها في شعره. وضع عنوان القصيدة مفيش هنا عنوان خالص يا جماعة. الميل للتشخيص ملوش علاقة أصلا بسمات مطران، ولا النزعة الروحية. النزعة الروحية ناخدها قدام في مدرسة المهاجر. الإجابة الصح هتبقى الامتزاج بالطبيعة. يقول خليل مطران: وإني أهواك ملء عيوني وملء حشاشتي الصابرة وملء الزمان وملء المكان ودنياي أجمع والآخرة. يعني بعشقك عشق محدش يعني زيه. استنتج في ضوء فهمك البيتين دول سيما طلعت من السمات الرومانتيكية. طبعا بيتكلم عن الحب، فهنا مفيش مواطن ذكريات ولا النفس الإنسانية ولا طبيعة. الإجابة الصح تبقى غلبة المشاعر الجياشة للمحبوبة. قال أخي مطران: يا حبيبا ما لي سواه حبيبه، ماليش غيرك، وبه كان من صبايا هيامي. أنت العشق بتاعي، يعني أنت لو لم تكن أليف شبابي لم تطب لي نضارة الأيام. لو أنت ما كنتش معايا في شبابي حياتي ما كانش ليها لازمة. استنتج سيما ظرف بيتين من سمات الرومانتيكية بيتكلم عن محبوبته. وبرضه الإجابة الصح التعبير عن تجربته الذاتية في هوى محبوبتي. وكده كنت خلصنا حلقة النهاردة، وبإذن الله في الحلقة الجاية نكمل بقية التدريبات. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.